خلال تواجد احمد حسام ميدو كمدير فني نادي الاسماعيلي، نعم، عرفنا كده بالكواليس ان انت بعد محاضره المباراه اتصلت بفضل. احكي لنا بقى الكواليس. فاكر عادل امام في مصعيد اسف لما قال له الطقم ده، قال له 20 قلب جنيه 20 جنيه. هي الفوضى دي ما كانتش غاليه قوي، كانت ب 40% من عقدي بس. 40% من عقدك؟ هو انا كنت الفتره دي كان ميدو طبعا ماسكنا، فانا المفروض هلعب. اول ما اجي اصلا حاطني في تشكيله العب، فجاه لقيتني مش بادئ، كان ماتش الزمالك. فصبرت عادي، يعني ميدو انا بحبه جدا، وعلاقه يعني ما بينه وبينه علاقه شخصيه كويسه، يعني انا بحبه جدا وبحترمه جدا، وهو من الناس القريبه ليا عامه يعني. فميدو مش عارف اتكلم، فصبرت الماتش الاولاني احتياطي، ماشي يا عم ميدو. الماتش الثاني احتياط، الماتش الثالث احتياط، الماتش الرابع ما قدرتش بقى. المشكله ايه بقى؟ ان كل ماتش بقول هلعب الماتش الجاي، هلعب الماتش الجاي. انت اصلا تبقى موجود في موجود احتياطي، موجود في التشكيله وقاعد على الدكه. لا موجود اصلا في الماتش قبل الماتش بيوم، انت بيبقى عارف التشكيل ايه؟ في منهم ماتشين اللي هو قبل الثالث والرابع انا في التشكيله بادئ. حلو. اللي هو قبلها بيوم. بس خلاص. في التشكيل بقى اللي على السبوره اللي هيبدا الماتش انا بره احتياطي. فالمره الثالثه، المره الرابعه انا خلاص بادئ الماتش، كان ماتش المقاولين. خلاص انا بادئ، انا قبلها بيوم ما انا بادئ، والبتاع والتكتيك والحاجات دي انا محسن بادئ. قلت ينطلق بقى والكباري وشتا، هنشغل الدنيا في الاسماعيل. بص على السبورة لقيت قاعد احتياطي برضو، ما قدرتش امسك. استنيت لما ميت طبعا ما عملش اي رياكشن موجود، لان انا يعني بحترمه جدا. استنيت لما خلص محاضرته قاعد جازز، انا هموت ويخرج مش قادر. خلص هو من هنا، اللعيبه بتقول استعاي يا جماعه انا وقت ولا هنقعد مع ولا عارفكم. رحت ماشي خارج في الطرقه بتاعت اسماعيلي بقى، كنا في هناك في الفندق، لقيت فازه قدامي وانا ماشي. يعني ما شتمتش كده؟ لا لا ما شتمتش. اكيد انتوا عايزين مني اللي هو متنرفز بقى، عايزين مني انا عايز العب مش كده كلام عادي. ففتحت بقى لقيت فازه، رحت كسرها، كسرت الفازه كده. انا ما اعرفش ان هي منضيه من نابليون. انا لو اعرف ما كنتش كسرتها. خصم بقى كام بقى؟ خصم 40% من عقدي، ده اكبر خصم بدالي في تاريخ. وفي حاجه اسمها خصم 40%؟ هو مبدئيا ده قانوني وده حصل اصلا. هو حصل وما جمدوا بقى الفلوس، يعني جمدوا ال 40%. وانت في نهايه الموسم ما خدتش 40%؟ خدت 12%. لا نهايه الموسم طبعا كان جان كابتن عماد بقى وكابتن علي ابو جريشه قعدوا معانا وبداوا يظبطوا الدنيا، بس برضه بتاع 50% طاروا من عقدي يعني.